السلام عليكم خاوتي، اليوم راح نعينو على الخريطة الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك. كما كنا نعرفو، منظمة الأوبك هي منظمة الدول المصدرة للنفط، أسست في 10 سبتمبر 1960 ببغداد. أسستها 5 دول، دونك 5 دول اللي راح تحفظوهم كامل. عندنا فنزويلا، إيران، العراق، الكويت والسعودية. فنزويلا متواجدة في أمريكا اللاتينية، والعراق والسعودية والكويت وإيران موجودين في قارة آسيا في المشرق العربي بالتحديد، وجايين حدا بعضياتهم دونك تعرفهم فاسيلمون. أولا كيفاش نعرفو فنزويلا؟ فنزويلا عندنا أكبر بلد في أمريكا اللاتينية هو البرازيل، باين في الخريطة أكبر بلد هو البرازيل. جاية فوق البرازيل جوست، على يمينها كاين دولة مقسمة إلى 3 أجزاء، الله أعلم اسمها والله ما على بالي. وعندنا هنايا خط الاستواء، تحسب 1 2 3، الثالثة هي فنزويلا. نجو لدول المشرق العربي، السعودية أغلبيتكم تعرفوها، لكن اللي ما يعرفهاش احنا بطريقة سهلة. بون عندنا الجزائر، ليبيا، مصر، السعودية. مشي ديريكت خط مستقيم من الجزائر، ليبيا، مصر، السعودية. السعودية جاية ديريكت عندها بينها وبين مصر قناة السويس. ثم فوق السعودية أعلاها كاين ديريكت العراق، السعودية، العراق، لاصقة فيها إيران، هاهي السعودية، العراق، إيران، وحداهم في وسطهم توسطهم الكويت. الكويت هي عبارة عن نقطة صغيرة في حدود العراقية، يعني ما تبانش كامل في الخريطة، ديرها نقطة ولا ديرها دائرة ولا ليسونسيال تبين بلي راهي توسط هاد الدول الثلاث. هذا مكان، وبالتوفيق خالتي.